فته بس بالطرب. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعملها الكفته. هنجيب بوله هنحط فيها نص كيلو لحمه مفرومه، 3 معالق زبادي، معلقتين بقسماط، بصلة كبيرة مفرومة ناعم، معلقة قرفة صغيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة ونص ملح، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقة جوز الطيب. وبعدين هعجن كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تمتزج مع بعض كويس. ودلوقتي انا هصبع الكفتة بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وبعدين جبت المنديل بتاع الخروف قطعته قطع متساوية على قد الكفتة، لفتها مع بعضها في طاسة سخنة على النار. هنزل بالطرب ويستوي. خلاص هو استوى وهرفعه من على النار. هشيل بس شوية من الدهون بتاعتها على جنب. وفي نفس الطاسة هنزل بتوم وكزبرة ومعلقة خل يتحمصوا كويس مع بعض. وبعدين هنزل بعصير 3 طماطمات ومعلقة صلصة كبيرة، ملح وفلفل اسود لحد ما يتسبك، وارفعها من على النار. في نفس الطاسة اللي خدنا فيها شوية دسم هنزل بمعلقة ثوم. أول ما شم ريحته هنزل بكزبرة وعليها معلقة خل يتشوحوا مع بعض. وهنزل بربع كوباية مرقة ياخدوا غلوة وهطفي عليه واسيبه. آخر حاجة هنجيب طبق التقديم، هنزل بالرز وبعدين هحط العيش البلدي المتحمص. دلوقتي بقى أنا هنزل بالدقة وبعدين هنزل بالصلصة، وآخر حاجة هحطها هي الطرب. وده كان أحلى فتة طرب علشان أحلى لمة. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.